اليوم الموافق للخامس من شهر أكتوبر نحتفل بيوم المدرس ونادي الإبداع للغة العربية واللغة الفرنسية بمؤسستنا العتيدة، وضع له شعار يوم الوفاء والعرفان لنضيء شمعة وفاء وتقدير وإجلال لهذا الشخص الذي دعمنا وقدم لنا وما بخل علينا بعلمه وفكره ووقته وصبره، وكان لنا خير دليل في مسيرتنا العلمية التعليمية. ألف شكر أستاذتي الفاضلة وأستاذي الغالي، ودمتما لنا منارة علم لا تنطفئ. يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في دمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في دمي في دمي في دمي. أجل عوض الله وعاد في عرقي، إدوي مدى الأيام بأن تبقى في دمي. يا معلمي هاك قاسمي لحن في دمي في دمي في دمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في دمي في دمي في دمي. هيا نحو الأقلام لنبدد كل ظلام، وبنور الحبر الأزرق نرسم أجمل أحلام، ونخط حروفا بيضاء ثم نحمل أعلام لرسول العلم نحيا ونغني للأيام. يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. رشد عبد يشيد فيحق له التمجيد في أدب وعلوم لا حجر لا قليد، في صدم يكتب درسا في نصف الليل وحيد، وأنا أحلم أحلاما بفراش نوم سعيد. يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. غني لي يا عصفورة واحكي لي عن أسطورة فيها وحش دموي يملك بلدا مسحورة، بطلي فيها أستاذي يهزم وحش الأسطورة، ونغني فرحا دوما يحيا بطل السبورة. يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. هل تذكر يا أستاذي طفلا بين الأولاد في الصف الأول يبكي ويصيبك بالإجهاد، وتعلمه أرقاما بالقلم والمداد، ها هو يحصي آلافا أفضالك يا أستاذ. يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. لك يا أستاذ الفاضل بلسان الشكر نقول، في أنشدتنا الكبرى شكرا جهد مقبول، حاسب لا يحسب كم عملا منك مبذول، في الصف يا أستاذي أنت الجندي المقبول. يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في دمي في فمي، يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في دمي في فمي. بعض الأعمال وبعض المهن يتقاعد أصحابها ويحالون على المعاش، ثم بعد وقت طويل يطويهم النسيان ولا يبقى لهم أثر أو صيت إلا المدرس والمربي، ففضله ممتد عبر الأجيال وذكره باق عبر الأزمان، يبقى أثره ويتردد في الأصقاع اسمه، لا تمحى بصمته ولا تنسى محبته. وجود التلميذة سارة فكر فلتتقدم مشكورة. سلام
على الذين ما ظلموا مهما ظلموا، سلام على سدنة الحروف أرباب الصفوف، سلام على الجيوب المملوءة بأقلام التلوين، سلام على الأيادي المغمسة بالألوان، سلام على دفاتر التحضير، سلام على كوب الشاي المشروب بين الحصتين، على الضمير الواقف بين غصتين، على جرس المدرسة، على صفير الشبابيك في الشتاء، سلام على صبورة حضرت كل درس فما ضجرت بألف ولا ضاقت بياء، سلام على الإخلاص المقيم، سلام على صوتهم المبحوح في الحصة الأخيرة، على ترانيمهم الناعسة، سلام على وجوههم المشغولة بالمسائل، سلام على أرباب السلام، سلام على الذين حرثوا فينا النضال وزرعوا الصبر، سلام على الذين أبكونا لنضحك وضربونا لنشفق وعاقبونا لنستقيم، سلام لمن تقاعدوا بأعمارهم، سلام للذين ما زالوا يروننا صغارا، سلام للذين لم يحنوا ظهورهم إلا للعمر ولله، سلام على طاهر القلوب شامخ الجباه، لن أقول لك كل عام وأنت بخير، ولكن سأقول أنت الخير لنا في كل أعوامنا. لك يا أستاذي يا مرشدي ونور دربي وطريقي، كل عام وأنت نجمة مضيئة في سماء طريقي، تنير لي دربي لأسلك طريق العلم. شكرا لك يا مدرسي على الدعم الكبير الذي قدمته لي، شكرا لأنك كنت نعم السند لي خلال مسيرتي العلمية.
الجاهل ويهدي الضالة وينير الطريق لكل من التجأ إليه، فهو كالمنارة على رأسها نور وضياء، يراه من فقد الطريق فيهتدي به وينتفع من نوره. وما هذه الألوف المؤلفة من الأبناء إلا أغراس تعهدها المدرس بماء علمه، فانبعثت وأثمرت وفاضت معرفة وفضلا. فجدير بنا أن نحتفي ونكرم من حمل هذه الرسالة وأداها على أكمل وجه، كيف لا وقد كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأغنية هي مسك الختام، وتأتي بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خير معلم ومربي. وختاما، نسأل الله تعالى أن يكلل جهودكم السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لكم فيما تستقبلون من أيام عمركم، وأن يجعل حياتكم سعادة ورزقكم زيادة وخاتمتكم شهادة. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى مصطفى سنبر
الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم لوالها كل العباد وعم لوالها كل العباد وعم لوالها كل العباد حبيب الله Yeah.